هنا دلوقتي جامعة الإسكندرية في أول يوم دراسي، لمجمع الكليات وعدد من المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدي اليوم السابع الكريم. طبعا النهارده معالي رئيس الجامعه الدكتور عبد العزيز كنسوه تفضل يزار اغلب كليات جامعه اسكندريه ويتمنى بنفسه على انتظام سير العمليه التعليميه، وبالفعل دخل المدرجات ودى نصيحه للطلاب باهميه المرحله القادمه واهميه التكافل وكل يد واحده، وان شاء الله يعني يستمر العام الدراسي بقوته زي ما بدا النهارده. طبعا سعادته زي ما حضرتك شفت قام بتحيه العلم مع طلبه الجواله، وبعد كده افتتح معرض للمنتجات الطلابيه والمنتجات الدراسيه، وفي دعم كبير للطلبه، وبعد كده شاف برضو انتظام العمليه التعليميه في كليه التربيه في محافظتين. احنا قلنا من دي 1، من اول دقيقه، من اول يوم انتظام العمليه التعليميه، والعمليه التعليميه مش المقصود بيها الجدول الدراسي فقط، لا مقصود بها ايضا الانشطه، واللي سعادتك شايفه ورا مننا ده دول طلبه جواله كليه التربيه بيأدوا النشاط بتاعهم من ارض جواله التربيه، وبالمناسبه كده في كل كليات الجامعه. أنا